تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة حفل تدشين مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد في الإدارة المالية بحضور مدير معهد الإدارة العامة ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية وعدد من المنظمات والداعمين. وتعد المنصة الإلكترونية مبادرة لتدريب 400 متطوع وموظف في المنظمات الأهلية عن بعد على مدى 12 شهرا ومنحهم شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية وتأهيلهم لشغل منصب أمين مالي أو محاسب في مجالس الإدارات للمنظمات الأهلية. وسوف تتاح برامج تدريبية شهريا عبر المنصة الإلكترونية، وسيتمكن المتدرب من تقديم الاختبارات في نهاية كل وحدة، وسيحصل على نتيجة التقييم إلكترونيا للتمكن من الانتقال إلى الوحدة التدريبية التالية. وانطلاقا من توجهات ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تطوير قدرات العاملين في المنظمات الأهلية واستنادا إلى التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، سوف يتم رفع تقرير عن نتائج مبادرة المنصة الإلكترونية إلى مصرف البحرين المركزي. وفي هذا الصدد نوه حميدان بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية، لافتا إلى أهمية تكامل الجهود لتعزيز وتطوير قدرات المنظمات الأهلية، ما يسهم بحمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، آملا أن يسهم هذا التعاون في أن تخطو المنظمات الأهلية خطوة نحو الاحترافية في مجال الإدارة المالية. المشروع عبارة عن كيفية تطوير قطاع الأهلي المجتمع المدني في أداء له وظائفه. التكنولوجيا موجودة في كل مكان، بس الحمد لله معهد الإدارة العامة خلال الفترة الماضية من أول ما بدينا ركزنا على التطوير والتعلم الإلكتروني، لأنه هو الترند اللي موجود اليوم في العالم. نطمح أن يكون مثل هذا التجمع نستفيد منه كذلك في الجانب الثاني، كيف ممكن نطور القدرات اللي موجودة عندنا في المؤسسات الحكومية، تطوير الخدمات وتطوير السياسات اللي موجودة بالاستعانة والاستفادة من الخبرات اللي موجودة في مؤسسات المجتمع المدني. وجدت أن الشباب حريصين على أنهم يديرون العمل التطوعي بطريقة احترافية ومهنية. الآن الكل ينشط في العمل التطوعي، ولكن التحدي من يستطيع أن ينظم العمل التطوعي بطريقة تخصصية احترافية. الحقيقة شفت حماس شديد من الشباب، شفت أن الشباب متحمسين أنهم يتعلمون في هذا المجال. إحنا سعيدين بهم ونقول لهم إن شاء الله نلتقي معاهم بعد 12 شهر أثناء التدريب الإلكتروني من خلال الموبايل أنهم يتدربون، أو من خلال اللابتوب اللي عندهم في البيت. راح نلتقي بهم مع الخريجين فقط اللي راح يجتازون الامتحانات في الموقع الإلكتروني في حفل تخرج كبير إن شاء الله، ونفرح بتخرجهم ويكونون هم الدفعة الأولى إن شاء الله.